أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرف اليوم معروف يكون معنا أبو الحكم، أخونا أبو الحكم بن كثير، في من الألف إلى الياء بحياة محمد، لكن للأسف صار 5 دقائق زيادة وما هو حاضر. فبصراحة يعني ما بعرف شو اللي أخره، أكيد ساحب أنه ما أخونا بالحكم. بعتذر كثير على هالتأخير هذا. على كل أنا راح أخذ شوية تعليقات من أخوتنا المسلمين، وبعدين نشوف إذا أبو الحكم اللي يجينا. أنا أشوف الفيسبوك أول شيء إذا أبو الحكم موجود. أتمنى أبو الحكم يكون موجود و يتذكر الموعد تبعه. آسفين كتير أصدقائي. على كل أنا بس راح أشوف أو الحكم، أظن هو موجود على اليوتيوب ولكن نسيان أظن الموعد تبعه. بس خليني أذكره. أظن أخونا أبو الحكم نسيان حاله، فما تأخذون أصدقائي، آسف كثير على الوضع هذا. أتمنى صديقي حكمة أبو الحكم، أين أنت؟ طيب أصدقائي آسف كثير على كل. خلينا ناخذ شوية تعليقات من أخوتنا المسلمين ونشوف إذا يعني آسف كثير أصدقائي على هالوضع هذا. أنا منتظر أبو الحكم، أكيد راح يكون معنا قريبا. أنا عفت له مسج وأظن هو موجود على الفيسبوك بس نسيان الموعد. على كل خلونا ناخذ شوية تعليقات من أخوتنا الأحباء. صراحة في واحد اسمه مسمي حاله محمد البرقاوي، عم بيقول والله أنتم أقل شأنا من أن أرد عليكم أو على أو أعلق على هذا الهراء. يعني هو كاتب جريدة، بصراحة أنا راح أساوي شير للجريدة هي ونقراها سوا أصدقائي، لنشوف يعني هو ما على أساس إذا شايفين يعني أقل شأنا أن أرد عليكم أو أعلق على هذا الهراء. مشكلتكم أنكم تكذبون الكذبة وتناقشونها لأنكم مفلسون، والإسلام وسيده محمد سلط عليه الشياطين، لا أحد يمكن أن يسيء له. لا أسأنا إليه ومش الحال، يعني يا سيد محمد البرفاوي، يعني أسأنا إليه ومش الحال، يعني ما منتظرين منك حتى تقولنا لا ما تسيئوا. يعني لو مثل ما عم تقول أنت إنه أقل شأنا كما كتبت الجريدة هي كلها وكتبت الآيات الشيطانية هي تحت. على كل خلونا نكمل القراءة نشوف شو بده يطلع معه. لا أحد يمكن أن يسيء له، ولو أساء له وبالحقيقة لن أدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولن أدافع عن الإسلام لأنه ليس محل اتهام. ما هو محل اتهام؟ طبعا أكيد أنا سمعت كثير من الملحدين أمثالكم
والله الذي لا إله إلا لا إله غيره، لا أتكلم بوجهة نظر أني مسلم، لم أقتنع بكلمة واحدة منهم، وخسر من المناظرات مع علماء المسلمين، وجدت أنهم ضعفاء يفتقرون إلى الحجة المنطقية، كلامهم سفيه مثلهم، وأفضل وصف أصفكم به هم أنكم أقزام، والحمد لله على نعمة الإسلام. يعني إذا ما نحن قليلين شأن، والحجج تبعنا ضعيفة، ليش معذب حالك وكاتب كل هالتعليق هذا؟ يعني بالمناظرات ما في عنا حجة. انت شو حجتك يا سيد محمد؟ يعني شو حجتك؟ بدي افهم الحجة اللي عندك، يعني انه نبيك شق القمر نصين، ولا اللي انه نبيك نكح طفلة، ولا شو حجتك؟ كاتب لي جريدة وكاتب لي الشعر وكاتب لي هالتفاهات هاي. وتاني واحد الأخ إبراهيم العراقي ردد عليه، الله يوفقك أخي، وهؤلاء طيب الأخ حكمة أظن لنشوف اللي عم بقول جام. صار عندي مشكلة في الفيس لحظات أتواصل معك. طيب نحن في انتظارك أخي حكمة، وخلونا نستمتع بهذا مع أصدقائنا المسلمين. إبراهيم العراقي عم يقول له الله يوفقك أخي، وهؤلاء وهؤلاء كتب سفلة وأقل من أن أنزل أخلاق لمستواهم. يا السلام، شفنا أخلاقكم، شفنا أخلاق نبيك يعني بالشتائم، وشفنا أخلاق قرآنك بالشتائم والكلمات الطيبة. لنشوف سبحانك ربي شو عكاتب أو كاتبة. أشهد أن لا إله إلا الله. يا ملحدين يلي مثلكم مثل البهايم، المفروض أشكالكم تدمر تتذمر لفصيلة الحيوانات الثدية مثل بني آدمين. يعني هازم الكفار والملحدين من زمان، يا هازم الكفار والملحدين، ما شفناك. الحمد لله الذي جعل قلمي صوتا أجلد به ظهور وأقدام الملحدين حتى تحمر من شدة الطرق. هو لو عندك سيف كان ما قصرت يعني، بس المشكلة اللي صارت يعني وما قدرتوا له وما رح تقدروا له، انه الكفار صنعوا لكم الانترنت وما بقى تقدروا تساوي شيء. على كل أصدقائي أنا آسف، أنا منتظر الأخ حكمة، والأخ حكمة راح يكون معنا، بس أنا بدي أعرفكم على أميرة. تفضلي أميرة جاكلين. أميرة جاكلين هاي طبعا أميرة جاكلين بنتي، أعرفكم عليها لحتى يجينا أخونا حكمة. قولي هلو. هلو إفريبادي. هلو إفريبادي. مرحبا للكل. قولي يلا. يلا دي ماما. يلا. اسف اصدقائي. اوكي مامي. اسف اصدقائي، كثير اسف. انا بصراحه يعني اعتذر لكم من بنتي دخلت بشكل مفاجئ علي. على كل ان انا احاول، بلكي الاخ حكمه على السكايب ابعث له اللينك، وزمان مشي الحال نرجع لاخوتنا المسلمين. يعني حكمة يا ريت عجل شوي، بتمنى. حكمة حبيبي عجل. الأصدقاء في انتظارك. طيب خلونا أصدقائي نرجع نروح على اليوتيوب ونشوف تعليقات الأخوة المسلمين. وأسف كثير على دخلة بنتي هاي فجأة بدون خبر أمها، مثل ما بقولوا يعني سحلت حالها سحل وإجت.
فما تأخذون على ال يعني inconvenience sorry. دقيقة. طيب خلونا نسوي شير سكرين كمان، نعمل شير سكرين ونشوف أصدقائنا. أظن الصورة واضحة هون. في الأخ بارتي عم بيقول فارتيو أوف فارسيتي، هذا الملحدين يجلدكم جلدا، الله يعينكم على صوتي القوي، مع الأسف كل ضربة على ظهوركم، ولماذا لا تواجهونه بوجوهكم، ولماذا تعطونه ظهوركم؟ واحد عم بيقول لنا خسئتم يا جربانين وريحتكم طالعة، الله لا يبلينا، ملحدين مثل الخنازير أنجاس. واضح يعني، واضح مين ريحته طالعة، واضح كتير مين ريحته طالعة. على كل إن هذا أبو سبحانك أشهد أن لا إله إلا الله، هازم الكفار. نرجع لهازم الكفار، كان يجلدنا بصوته، طبعا هذا بالصوت بقلمه. المهم الحمد لله جعل قلمي كاتب. انت شو قلمك، شو انت يعني شو عم تكتب غير الشتائم؟ شو في عندك يا هازم الكفار والملاحده؟ شو اللي عندك انت؟ شو قلمك شو كتب يعني؟ شو سوى قلمك؟ اخترعت لنا الذره يعني، ولا اخترعت لنا الذره من ابحاث ابو حريره، ولا اخترعت لنا الذره من ابحاث البخاري ولا مسلم ولا مسند احمد؟ هذا شو على اي اساس يعني انت اصلا عندك قلم؟ انت عندك ريشه كثيره عليك يعني. اي قلم عم تحكي؟ اي قلم؟ قلم الحمره انت عندك، بس بتكحل قلم الحمره هذا، بتحبوا شفايف النساء، هذا انت. جعل قلمي صوتا أجلد به ظهور أقدام الملاحدة حتى تحمر من شدة الطرق والنشاط، كما أحمد الله أن الأستاذ هيثم طلعت. هي هذا أبو الكوسمولوجيكال يعني، هو هذا بده أخوي رياض بصراحة يعني، حتى يطلع من خرجك. هذا اللي وجه الشيطان يعني، وجه شياطين اللي حيلق لي شوارب وعيونه مكحلون مربي دقنه، هذا اللي يشمئز منه صورته بصراحة هيثم طلعت. جعل الله لسانه صوتا بكذبة، طبعا الكذب، شوف طبعا أخونا كافر مغربي طالع كذبه وفصفص الكذب تبعه، بس أنتوا أمة الكذب، أنتوا يعني أنتوا مبدعين في الكذب. ف يعني شيء بسيط أنه تكتبوا هالكلمات هاي، يعني شيء عادي عندكم أن تكتبوا هالكلمات هاي. جعل الله لسانه صوتا يجلد به عقول وأفهام الملاحدة والنصارى حتى يجعلها تضج وتصرخ من شدة وقوة الحجج. يا سلام، شفنا قوة الحجج تبعه، شفناها شفنا الحجة الكبرى لما يعني نبيك نكح طفلة وجيتوا قلتوا هذا أخلاق، هاي أخلاقنا نحن، ننكح الأطفال يا مغتصبين الأطفال، هي أخلاقكم، شو أخلاقكم؟ أشوف أخوي حكمة شو صار معه، عم بيقول لي مو عارف أدخل يعني بصراحة. طيب خليه يتصل فينا، آسف أصدقائي بصراحة ما بعرف شو المشكلة عند أخوي حكمة. عم بيقول لي انت ما سمعت باللي صار؟ لا ما سمعت. طب سمعني كان لو اكيد يعني. على كل انا بعتذر اصدقائي، وممكن نكمل الحلقة كلها على
على خرافات المسلمين، يعني ما في أي مشكلة عندي على تخريفاتهم. ف يعني هيثم هزم الكافر المغربي كبيرهم الذي علمهم الكفر حتى كاد أن يبكي من شدة الألم وجعله يهرب هروبا. لك أنتوا ما تستحوا يا مسلمين، أنتوا ما تستحوا، ما في حياة، يعني عرق الحياة عندكم طاق. لك هاد الحمار يعني ما في غيره أصلا، هو عم بيقبض فلوس مشان يناظر الملحدين، وحشته أوهى من بيت العنكبوت مثل ما بقول نبيكم القزر هذا. يعني على أي أساس هزم كافر مغربي؟ على أي أساس؟ فهموني بس، على أساس أنه فرجال الكافر المغربي أنه القمر انشق بقوانين فيزيائية، يعني فرجال انشقاق القمر مثلا. يعني خلينا أصدقائي أفرجيكم صورة، أظن انشقاق القمر، عندي صورة لانشقاق القمر راح أطلعها وفرجيكم. يعني فرجيكم هذا هيثم طلعت أثبت أنه في انشقاق قمر. يعني شيء مضحك إلى أبعد الحدود. أنتوا سخيفين إلى حد السخافة، إلى أبعد من السخافة بذاتها، يعني أقل من السخافة ذات نفسها. يعني واحد شو بسميكم، يعني يعجز اللسان عن تعبير بكم بصراحة، يعني يعجز اللسان عن تعبير. تافهين إلى أبعد الحدود. يعني اليوم واحد زمك جاي آسف أصدقائي، بس أشوف أظن أظن أن الأدلة والبراهين شو في عندكم غير مسند أحمد وصحيح البخاري وصحيح بطيخه؟ يعني شو في عندكم أنتوا؟ يعني بس بدي أفهم شو في عندكم حتى تهزموا الملاحدة. على أي أساس؟ يعني على أي أساس بدك تهزم الملاحدة؟ يعني هلا خليني أشوف، طلعت الصورة ولنشوف هذا هيثم بطيخ، هيثم البطيخي هذا هازم، يعني أستاذك هذا الحمار أستاذك يا هازم الكفار والملاحد. يعني تصور هذا الحمار أستاذك، فبدي أفهم يعني شو مستواك أنت. آسف أصدقائي أنا طلعت الصورة ولكن النت شوي. طيب يعني هل هيثم تبعك هذا أثبت يعني المعادلات الرياضية والمعادلات الفيزيائية إنه القمر صار هيك؟ هذا شق القمر، هذا نحن نفهم لما ينشق القمر هذا شق القمر. فكيف يعني، كيف فهمني يا هازم الكفار والملاحدة، كيف يعني ممكن القمر ينشق بهالشكل هذا؟ بدي عقل شوي يفكر. يعني انتوا شو في عندكم طلع اكبر شيخ فيكم قال لو الكرة الارضية بتدور يعني الطيارة بتطلع لفوق لازم الصين تجي لعند الطيارة، هذا فهمكم انتوا. طيب الاخ حكمت اتصل فينا تفضل حكمت. هو على يا حكمة على يعني على انا بستعمل ويندو اكسبلورر، هو ويندو اكسبلورر افضل شيء للهانج اوت. شو اعمل هلا؟ عندك ويندو اكسبلورر؟ انا ما اعرف شنو هذا ويندو اكسبلورر صراحه.
الانترنت انترنت عادي اسمه ويندوز اكسبلورر بدل جوجل كروم. في داخل على ويندوز اكسبلورر يطلب مني اسم، اكتب اسمك ما يطلع. شو الاسم اللي يطلب منك؟ شو الاسم؟ يقول لي النيم اور ايميل يطلب مني. يعني اطلع وجهي يعني اطلع وجهي بس المقابل يطلب مني اسم المقابل وما اقدر اسويه. طيب انا راح ابعت لك الاسم المقابل دقيقة بس ابعت لك اياه وجرب تدخل انت على ابعت لك ايميلي جرب تدخل. اسف كثير اصدقائي على الفصل اللي صار معنا، يعني هو المفروض ما يكون هيك عادة. لا مو فاهم الاخوان انه الكل صارت تجي رسائل من كل مكان، رسائل خاصة تجي وسيطر لي على الفيسبوك مش قادر اتصرف فيه صراحة. انا ما اجاني شيء، يعني انا ما بعرف في الشيء بس احنا كلنا اجانا اصدقاء وايد اجا رسائل اجا معنا اجا اليسري الكل. طيب جرب هاي ايميلي، حط الايميل شو اذا مشي الحال. اتمنى يمشي الحال اصدقائي، واسف كثير على هالفصل اللي صار معنا، يعني نحن متوقعين يكون شو اسمه هجوم من المسلمين هذا 100%. والله المسلمين يعني بصراحه ما تتوقع منهم الا السيئات، يعني للاسف الشديد ان صار فيهم مثل الدجاجة المذبوحة، يعني يخبطوا يمين شمال. ولكن فليفهم المسلم انه دينه انهار، انتهى الدين الاسلامي انتهى خلال 10 سنين. انتو ذات نفسكم يا مسلمين اللي عم تسمعوا وتسبوا وتشتموا سوف تحرقون ذقون شيوخكم بالشوارع اذا ما سحلتوهم بالشوارع. وهيدا اني وبنشوف يا هازم الكفار والملاحدة ولا هيصر ولا كل هالشباب اللي نازلين شتائم وفكرين حالهم حامين حمى الإسلام، هن ذات نفسهم راح يسحلوا الشيوخ الأندال هذول بالشوارع خلال عشر سنين. شيوخ الإسلام يعني سيسحلون في الشوارع وهيدا أني وبنشوف. جان أنا داخل الهانج أوت شو عمل هلا؟ بصراحة أنا ماني شايف شيء، يعني بس بيقول لك جوين وأنت لازم تضغط جوين، يعني الخضرة مثل العادة، يعني ما بعرف كيف. يعني لا مو قلت لك أنا هسا. طيب اعمل لي شير سكرين على شوف ايش مكتوب. انتبيت بيوبل سيندينج انبيت انفايت حكمت جيميل انتر جوا مكتوب الخط انتر النيم اور ايميل اور ايميل. حط الايميل، حط الايميل اللي بعثت لك اياه. وين بعثته؟ بعثت لك اياه على سكايب. هلا بعثت لك اياه، طلع على سكايب. لا روح على سكايب. شوف الايميل على سكايب. اسف اصدقائي يعني بصراحه يعني على كل يعني انا اقل شيء مستمتع بالحديث معكم، وانا بدي يعني ارجع بصراحه مشتهي، يعني مثل ما بقول بدي احكي اشوف تعليقات المسلمين، وانا من زمان ما سويت حلقة على تعليقات المسلمين. يعني هازم الكفار والملاحدة عم بيقول اولا هذا المدعو كريم العبيدي هو صديقنا بصراحة من مثقفين الملحدين من اروع الملحدين اخونا كريم. عفوا جان تفضل. جان برو ياهو اطول الحال العظيم ياهو ادخل اللي عطاك اياه، عطاك اياه الحاد العظيم. مين اعطاني هو؟ اوكي. اين هو عطاك؟ ايش عطاك كمان؟ اعتقد اسف اصدقائي الجهر بالالحاد اخي حكمت بلكي يكون موجود. الالباني بس 2 صراحه. طيب الثاني جرب الثاني. لا لا
نتمنى الأخ حكمة تكون معنا بأقرب فرصة، وأتمنى المشكلة هذا ينحل لو نعرف هيك. حكمة لو مخبرني طيب أرجع أبعث لك اللينك مرة ثانية، بلكي يكون في مشكلة عندك هون. هاي اللينك هذا طلع لي، ضغطت عليه طلع لي هاي اللينك أخذه. شوف اللينك هذا من جديد، إذا ما مشي الحال بنأجل حلقة محمد من الألف للياء، يعني بنأجلها لأنه على سكايب الصوت ما راح يكون واضح، والصوت يعني بده يكون يعذبنا، ونحن ولدي على الهواء يعني، وأصدقائنا بصراحة معنا يعني، وأسفين كثير يعني أصدقاء. أنا أسف يعني، أعتذر، الشغلة صارت غصبا عني، ويعني يعني صارت غلطة إنه فكرت أحد الأصدقاء بعث لي شيء وضغطت عليه وطلع لا شيء، يعني طلع ولا بعث لي ولا شيء، وجاني عدة مسجات من عدة مكانات وكلها ما إلى أساس. طيب جرب هالتجربة هاي، وإذا ما مشي الحال بنأجلها، وأنا بكمل مع الأصدقاء بالتعليقات على فولوينج سويت أني. ساوي بدك إياه، شوف المهم اتصل لعنا. المشكلة يا حكمة أنا مو بشأنه أكيد، الصوت ما راح يكون مزبوط لأنه الأصدقاء بتعبوا من الصوت السكايب صراحة، لما إذا حلقة كاملة عن صوت السكايب. لا امبارح كانت حلقة عظيمة، ما كان عندنا أي مشكلة يعني. طيب ما بعرف يعني، لازم يكون أنا لازم يعني حتى ادخل، انا بس راح احاول مع سال. طيب ما في اي مشكله، ما في اي مشكله حكمت. على كل حال اصدقائي، نحن راح ناجل حلقه الاخ حكمت لوقت اخر حتى نصلح الاشكال هذا ونعرف نتعامل معه يعني، واتمنى ما يصير معنا مشاكل مع الاخ سامي، راح يكون معنا الساعة 8 كمان، في عنا حلقة اليوم حلقتين، أتمنى ما تصير مشاكل معنا. أنا على كل حال الأخ سامي راح أتصل فيه قبل وقت وأشوف وأجرب حتى نشوف يعني الوضع، أنا بتمنى يعني ما يصير أي مشاكل. طيب خلونا أصدقائي نرجع للتعليقات ونكمل الحلقة مع التعليقات المسلمين يعني، وأنا بتمنى يعني الوضع يتصلح مع الأخ حكمة مع الأخ سامي كمان. طيب خلونا نشوف تعليقات المسلمين، أظن يوتيوب هدوة. طيب تفضلوا لنشوف هازم الملحدين والكفار وضحك عليهم. المشكلة ضحك عليهم بشو؟ ضحك عليهم بالجحش اللي بيطير، يعني نبيه طاير على جحشه، نبيه بيطير على جحشه، فعم بضحك على الملحدين انه يا ملحدين نحن بنطير جحيش، فشو شايف كيف بتضحكوا علينا؟ عم بيقول اولا هذا المدعو كريم العبيدي انسان وضعه مريب، فقد كان سنيا ثم ترفض يعني، شوفوا الالفاظ، صار شيعي يعني، وذهب الى ايران ثم استلحد، شوف على الالفاظ يعني استلحد، وكل هذه الحركات تدور حول موضوع واحد وهي
الشعوبية ومحاولة سلخ الشعوب الإسلامية من الإسلام. طبعاً هي محاولة سلخ الشعوب الإسلامية من الإسلام بكل تأكيد، سوف نسلخهم وسوف ندوس على الإسلام بإجريننا ونصحي هالشعوب، هي راح تصحى بكل تأكيد. أما الرجل اللي راح على إيران وصار كان سني وصار شيعي، هذا حقه، هذا عم ببحث عن الحقيقة الزلمة. يعني كان سني شكك بالسنية، فكر ممكن تكون الحقيقة عند الشيعة، راح درس الشيعة، وهذا فخر له يعني يدرس ويفهم، مو مثلك حيطت راسك بطيز محمد وجاي ما بتعرف شيء غير عن محمد والجحش الطائر، وبده بتصدق انه الجحش بيطير، وعامل لي حالك زلمة وجايب وكل كلامك فراغ وتفاهة بتفاهة، وما عم تقدر يعني لو بس تجيب لي دليل واحد عن 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 صحة دينك، يعني دليل واحد بس، ما بدنا أكثر، حفرية واحدة. يعني الملحدين بيجيبوا لك على مثلا نظير التطور، ولا بيجيبوا لك على النظريات الكونية في من الجاذبية، يعني يجيبوا لك آلاف الأحفورات، آلاف الأدلة العلمية الرياضية، أنت جيب لي دليل واحد، بس بدي دليل واحد ملموس بين إيدينا، عملية معادلة رياضية بسيطة اخترع مثلا البخاري ولا مسلم أفندي. على كل عم بيقول ثم استلحد، وكل هذه الحركات تدور حول موضوع واحد، هي الشعوبية ومحاولة سلخ الشعوب الإسلامية من الإسلام أو بادعائها أنها ليست عربية، وبكل تأكيد ليست عربية. يعني أنتوا العرب أو العرب عرب جرب جئتوا من الصحراء وتكون سووا كل هالشعوب هاي عربية، لتطز فيكم في عروبتكم، ليست على أنها أجبرت على الإسلام بالسيف، وحان الوقت لنزع الإسلام والتحرر من العروبة. بكل تأكيد يا هذا، بكل تأكيد سوف نقهر الإسلام وندوسه تحت جريننا، ودؤون شيوخك هدول الأندال راح نحطه تحت جريننا وراح نحرقه بالشوارع والأيام جاية. على كل أنا بدي أقرأ لكم خلي فيسي طالع يعني مشان الكوميونيكيشن يعني، بس فعم بيكمل. يعني هدف الحركات الشعوبية مثل حركات الفارسية والكردية والبربرية والدوبية وغيرها هي إضعاف الإسلام وتفكيكه من الداخل، ولكن الحقيقة والواقع أن غالبية البربر، وأنت البربري، هم ليسوا بربر، هم أمازيغ يا يعني أنا ما بحب أشتمك بصراحة، يعني أقل، ما بعرف، أنت أقل من كل الشتائم أصلاً يعني. ولكن الحقيقة والواقع أن غالبية البربر هم مسلمون موحدون لا يبتغون غير الإسلام ديناً، وكذلك الأكراد. شو مصنفة يعني، انت وظفت حالك نائب عن الأكراد وعن الأمازيغ انه لا يبتغون غير الإسلام دينا، ولك طز في هالإسلام النجس هذا اللي ما جاب لنا غير الإرهاب، اللي قص ألسنة الأمازيغ، أجداد الأمازيغ لما كانوا يتكلموا بلغتهم مشان يتكلموا بلغتك النجس العربية هي، واللي أكبر دليل أنا شخص كردي، أنا أتكلم بالعربية حاليا. ليش؟ لأنه حزب البعث تبعك النجس، حزب العروبي، هذا مشى سياسة التعريب هاي مؤخراً، فما بالك من 1400 سنة لما كان يقصوا ألسنة الناس مشان يتكلموا لغتك النجسة، يعني لغة القرآن الكريه القذر. فجاي المهم، هم مسلمون موحدون ولا يبتغون غير الإسلام دينا، وكذلك الأكراد هم موحدون ويحاربون أمثال جون. أنا اسمي جان، ما اسمي جون، هذا الماسوني الصليبي. يعني كيف ماسوني وصليبي؟
الماسوني والصليبي. وحتى تاريخيا فإن هذه الشعوب، طيب معنا جانو. ألو جانو، ألو جانو، تحياتي حبيبي جان، حبيبي أهلا وسهلا جانو، أهلا وسهلا. طبعا هذا التعليق والمداخلة ضحكتني كتير كتير، أنا لسه ما خلصت ربعة. جاي الأخ بيبيع على راسنا الإسلاميات. احنا كبينا بالزبالة البضاعة الفاسدة تبعك، كبيناها بالزبالة، وانت راح تدخل للزبالة مثل ما دخل دينك ونبيك للزبالة. انا عم بطلع وين القرآن عشان اجيبه يعني. اخي جان اصلا ما ترد على هيك التفاهات، يعني هيك ما عندهم اصلا مستوى، وبيحججون باشياء كتير يعني بسيطة، كأنه طفل عم بيقول لواحد لأبوه انه ما راح اديك المصروفية او ماني بوكيت مثل ما بيقول. بالضبط بالضبط بالضبط. هذه الاشياء احنا عبرناها وبنعرف شو عم نقول، واللي بده يحكي خليه يحكي. القافلة تسير وال حاشا السامعين وانت تعرف البقية. يعني بصراحة انا يعني قال لك شغلة يا جانو، هي انه الحلقة يعني صار مشكلة مع الاخ حكمة. انا كنت متابع، انا كنت في المطبخ بسوي الاكل، بس كنت فاتح وبس معك. بالضبط، فصار هيك انه الاخ حكمة صار عنده مشكلة، فقلت نشوف يعني من زمان ما سوينا ردود على تعليقات المسلمين المغيبين الطامرين راسهم بالتراب ويقولوا ما الحقيقة عنا وما في ما في شيء ما في شيء. لك الأرض يا شباب يا مسلمين، المي عم تجري من تحت قدامكم، لك انتوا صرتوا في ذيل الأمم في قمة الانحطاط. بالنسبة لهذا المقطع اللي انه المسلمين بيقولوا الحق عنا اليقين عندنا، هذا هو السبب الوحيد انه المسلمين ما بيقدروا يتطوروا. التطور دائما بتكون بالشد. جانو انت انسان كردي مثلي، يعني انت انسان كردي، الهاد اللي عم بتبجح انه عم بيقول يعني هدف الحركات الشعبية مثل الحركات الفارسيه والكرديه والبربريه، يعني انه تضعف الاسلام، وهو بعدين بتبجح بيقول انه الاكراد موحد. بس اكمل فكرتي يا جانو، انه الاكراد موحدين ويحاربون امثالي انا مثلا جون الماسون الصليبي. يعني انت كشخص كردي شو بتقول له لهالتافه هذا؟ انا راح ادي خمس مثال انه اللي سووا الحركات قادة الحركات الكردية كانوا شيوخ، يعني كانوا شيوخ اسلام، لكنه سووا يعني انتفاضة او سووا ثورة ضد او الدولة او النظام اللي المستبد، مثلا الشيخ رضا او ملا مصطفى كان إمام، أو قاضي محمد كان من عائلة دينية، يعني مؤسس جمهورية مهابات في روشالات أو في شرق كردستان، كان من عائلة دينية. الملا مصطفى في جنوب كردستان كان هو أصلا من عائلة شيوخ إسلامية وسوى ثورة. هذه الأشياء يعني كتير كتير عيب إنه أنت تيجي تقول، ومن حقهم يعني هذه الشعوب مضطهدة تحت دينك النجس، يعني مضطهدة اجتماعيا سياسيا اقتصاديا. يعني المسيحيين شو أو اليزديين، يعني ليش حتى تقتلوهم وإذا ما يعطوا
يعطون الجزية على اليد يساقرون شنو هذه؟ يعني كأنه أنت الله وأنت بإيدك أنه تقتل شخص أو ما تقتله. طبعاً أي دخلت هذا هو. شكرا حبيبي شكرا. يلا باي. منتهية. جان وياك أنا. طيب طيب جان بس دقيقة واحدة أظن الأخ حكمت صار معنا. طيب أنا بشكرك كثير أخي حكمت أخي جانو والأخ صار معنا. جان أخويا كمان هون يسلم عليك ويشد على إيدك ونحبكم كثير. تسلم تسلم يا طيب شكرا لك ولأخوك ولكل المتابعين وأسف أصدقائي. طيب شكرا لك جانو شكرا. حكمة نورتنا حكمة حبيبي حبيبي بس أنا صورتي ما مبينة دست على شو اسمه الفيديو ما أعرف صورة ما مبينة يمكن الصورة ما عم تطلع ولكن يعني إذا ممكن أعتقد راح تطلع مو بس جرب ارجع الكاميرا اضغط طيب تمام صرت تطلع اهلا وسهلا هيك أنا ما يقدروا ينتصرون علينا ابدا ابدا نحن معنا العقل نحن معنا التكنولوجيا وطز في محمد ورب محمد واتباع محمد وكل من يشد على ايد محمد حبيبنا حكمت حكمت شو تخبرنا على محمد النجس هذا تفضل طبعا بالبداية أسلم على الأخ جان وأسلم على كل المشاهدين وأعتذر منهم يعني هم يحاول بعض المسلمين قليلي العقول يعتقدون إذا سووا هاي الطريقة إحنا بعد ما نقدر نطلع وإحنا الحرب مستمرة والمعركة مستمرة بس إحنا معركتنا هي فكرية فقط هم معركتهم تخريب وإرهاب بكل تأكيد أنا على كل حال قبل ما نبدأ بأي شيء بحب أسلم على أختي شاي هي معنا متابعة شاي ومشتاقين لك شاي حبيبتنا بدنا إياكي معنا وتقهري هالأندال هدول يعني بتمناكي بصراحة معنا وأنا يعني أتمنى أتواصل معك بعد الحلقة وإذا بدك حطي لي نعم حتى تكون معنا بالحلقة ذات نفسها هلا يعني يا ريت اذا بس اكتب لي ايه اوكي بشتات يعني انا بعت لك اللينك فانا منتظر منك الرد حبيبتنا شاي وشكرا كثير على المتابعه وانت يعني السيده الاولى معنا وما بقول انت القدوه قدوتنا شاي على كل اسلم على كل اصدقائي اللي معنا اصدقائنا الملحدين وغير ملحدين ما في مشكلة بكرة رح يكون بيني بين شخص طه الدكتور طه رح يكون في حوار يعني حوار بين مسلم وملحد فياريت تكون معنا هذا الحوار شو رأيك نبدأ بالحلقة المرة اللي فاتت وصلنا أعتقد إلى فصل في موقع من آيات ليلة مولده مو؟ بالضبط بالضبط أوكي إحنا راح نكمل اللي بدينا به الأسبوع اللي فات وهو نفصل قطعة قطعة نفصل محمد ونسويه مثل الخرقة يعني مثل ما يقول يعني نفضح عنه كل الأشياء اللي مر فيها حتى المسلمين يعرفون من هو محمد وما كان يفعل يعني وصلنا إلى فصل في مواقع من الآيات ليلة مولده لعنه الله قد ذكرنا في باب هواتف الجان ما تقدم من خرور كثير من الأصنام يشتد الوجوه وسقوط عن أماكنها ابتدى الكوميديا طبعاً مرة له الأصنام كلها وقعت طبعاً سقطت من أماكنها بس ولد محمد وهذا النور طلع من آمنة صار يوزع الكهرباء كل منطقة يعني وما رآه النجاشي ملك الحبشة وظهور النور معه حتى أضاءت له قصور الشام
حين ولد، وما كان من سقوطه جاثيا رافعا رأسه إلى السماء، الله أكبر، وما شهد من النور في المنزل الذي ولد فيه ودنو النجوم منهم وغير ذلك. هاي الدنو النجوم يعني صراحة خلينا خلينا نشوف كيف طلع نور من كس أم محمد. يعني خلينا نشوف الصورة، أنا راح أطلع صورة أصدقائي، أظن طلعناها قبل المرة هاي. بدي أشوف كيف النور. ضحكنا كثير أنا ورياض على هال كنا بدنا نروح فيها أعدام يا زلمة. يقول له نورك غطى طفى الكهرباء. نور اللي خرج من كس أم محمد طفى الكهرباء يا جماعة. تعالوا نشوف. هاي ولادة محمد لما طلع ضرب كونتاك كهرباء وصل البصرة والشام. النور الذي خرج من كس أم من كس آمنة أضاء قصور بصرة والشام. تفضلوا، هذا نبيكم، فرحان نبيكم الزفت. على كل قبل ما نبدا، اظن الاخت شاي طيب، ما هي الاخت شاي؟ انا اظن فكرت الاخت شاي معنا. على كل تفضل حكمه، تفضل حكمه، في انتظار الاخت شاي. اوكي، نكمل اللي صار. يقول حكى السهيلي عن تفسير بقي من ابن مخلد الحافظ ان ابليس رن اربع رنات حين رنات عند الابليس. كيف يعني فتح له تليفون رن له؟ يعني طلع مكتشفي التليفون من زمان واحنا ما ندري. رن اربع رنات حين لعن وحين اهبط وحين ولد رسول الله صلى عمي وحين انزلت الفاتحه. رن اربع رنات، يعني هو ما عنده رصيد فرن رنات فقط. اعطاه مسكول، ها؟ ايه مسكول اعطاه، يعني ما قبل يتصل، بس عمل رنات يعني. فهذا يعني بولادة محمد ابليس يعني خلص انتهت حياته من الخوف والرجفة يعني، بس ولد محمد خلص خاف يعني. قال محمد بن إسحاق: وكان هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة قالت: كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس من قريش: يا معشر قريش، هل ولد فيكم الليلة مولود؟ سأل يعني. فقال القوم: والله ما نعلمه. فقال: الله أكبر، أما إذا أخطأكم فلا بأس، انظروا واحفظوا ما أقول لكم، ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة بين كتفيه علامة أبل، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس لا يرضع ليلتين، وذلك أن عفريتا من الجن أدخل أصبعه في فمه فمنعه الرضاع. فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله وحديثه. الله أكبر، لا يكون العفريت حط أصبعته بمحل تاني يعني. ما طبعا ويخجل يقولوا يعني أكيد مكان تاني وعمل أي. يا جماعة لا تصدقوا إنه العفريت حط أصبعته في تم محمد، هو حطه في طرز محمد مشان هيك طلع من الحرام. فلما صاروا إلى منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله، فقالوا: قد والله ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمد. طبعا هو بسمينا قثم، بس هاي محمد بعدين جابوها يعني، جملوا له اسمه يعني. فالتقى القوم فقالوا، طبعا نعرف التاريخ يكتبها دائما المنتصر، وهم بالإرهاب مالهم بذاك الوقت انتصروا وكتبوا التاريخ براحتهم يعني. فالتقى القوم فقالوا: هل سمعتم حيث اليهودي؟ وهل بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاءوا اليهودي فأخبروه الخبر.
قال فاذهبوا معي حتى أنظر إليه. فخرجوا به حتى أدخلوه على آمنة فقالوا أخرجي إلينا ابنك، فأخرجته وكشفوا له عن ظهره فرأى تلك الشامة. فوقع اليهودي مخشيا عليه، فلما أفاق قالوا له مالك ويلك يعني صار لك، يعني ليش خربت؟ طبعا خرب من منظره اكيد يعني. قال قد ذهبت والله النبوة من بني اسرائيل فرحتم بها يا معشر قريش، والله ليسطون بكم سط ويخرج خبرها من المشرق ومن والمغرب. وقال محمد بن إسحاق عن ابن سعد بن زرارة غير أسماء قال حدثني من شئت من رجال قومي ممن لا آتهم عن حسان بن ثابت. مو هذا حسان بن ثابت اللي جلدوه؟ لأنه تذكر لما اتهموا عائشة. طبعا حسان بن ثابت كان من ضمن الشهود اللي اتهموا عائشة بالزنا فما رحموا، حتى حسان بن ثاني ثابت جلد لدو. بس الرابع خاف منه، اسمه ايش كان؟ المهم راح نجي على اسمه. اني لغلام يفعى ابن 7 سنين أو 8 سنين اعقل ما رايت وسمعت اذا بيهودي في يثرب يصرخ ذات غداة يا معشر يهود، فاجتمعوا اليه وانا اسمع. فقال ويلك مالك؟ قال قد طلع نجم احمد، سواء المره سما احمد، قد طلع نجم أحمد الذي يولد به في هذه الليلة. وروى الحافظ أبو نعيم في كتاب دلائل النبوة عن عبد الرحمن بن أبي سعد عن أبيه قال سمعت أبي مالك بن سنان يقول جئت بني عبد الأشهل يوما ليتحدث فيهم ونحن يومئذ في هدنة من الحرب، فسمعت يوشع اليهودي يقول أظل خروج نبي يقال له احمد يخرج من الحرم. انا ما اعرف جاهم اس ام اس لو شنو كان، شلون يعني عشان يغطوا على كلمه قثم، يعني اسم قثم، شيء بسموه مصطفى، شيء بسموه احمد، شيء يعني مبندق الولد، يعني بصراحه الولد هذا مبندق الى بعد العدو، يعني شيء محمد يعني ما اعرف علي من يضحكون بهذا الحكي، اريد اعرف يعني بيضحكوا على اغبياء مثل هذا هازم الكفار والملاحده وعلى هالتافهين هذول، يعني على مين عم يضحكوا؟ على هالمغيبين يعني عيب اسميهم باسامي حيوانات، الحيوانات هذول يعني انفع بكثير من عقول هالتافهين هذول. يعني أنا مع الأسف يعني حلقة بارحة ما قدرنا نقدمها، كنا راح نوضح المرض اللي بيه محمد، يعني هو مريض كان، أنا ما أعرف شلون متبعين نبي مصروع يعني، فالحلقة راح تغنيكم وتوضح لكم أنتم كنتم متبعين إنسان مريض كان بالصرع، عنده مرض صرع الفص الصدغي كان عنده، يعني هاي المرض الانسان يصيد خيل اشياء، وكنا راح ننزل فيديو لشخص حاليا نفس الاعراض عنده مثل محمد، هذا مستحيل يكون نبي طبعا. والنبوه اذا تريد تظهر خلي تظهر هالايام، اللي احنا جاي ندعس على الدين الاسلامي او اليهودي او المسيحي جاي ندعس عليه برجلينا وما حدا يقدر، لا رب يوقفنا ولا بركات نبي يوقفنا، وما راح يقدروا لانه ما موجودين. حكمت بس بهالمناسبه هي انه يعني يفهموا هذول المسلمين، يفهموا خصوصا هذا الشباب اللي بيدخلوا بيشتموا ويطلعوا، انه نحن بنعرف ببلادنا المسلمين بيعتقدوا انه اذا سبيت شيخ بيقول لك الشيخ لا تسبه ولا تحبه، سبيت شيخ يا بشل لك اجرك يا بجومك ولا شيء، نحن عم نسب نبيكم وإلهكم وربكم وكل صحابتكم اللي بتقولوا أسيادكم هذول عليهم، ومع ذلك ما بسبنا شيء، وإن كان ربكم إله بكل معنى الكلمة خليه يوقفنا ما نشوف. تفضل حكمة.
يوم القيامة يحاسبك جان. طز، مين قال طز؟ مين قال طز يا جماعة؟ تعرف شنو هذا؟ حاجة هذا شو اسمه، حجة الضعيف يوم القيامة. مثل أنا كمان أقول له لو واحد أتخانى معه بس تطلع من المدرسة أنا أعرف شو عامل فيك، هو يضل يروح السين ويكمل جامعة وأنا ما أروح له أو هو ما يروح لي. كلام كله أنت شو يفيد؟ أنت تهدد المستقبل، المستقبل غير مرئي. أنت إذا تريد تثبت نفسك تثبتها بالواقع، مو تضحك علي تقول لي بالمستقبل أعمل بيك هيك. يعني هذا كلام لا يودي ولا يجيب. يعني إحنا نريد الآيات اللي يحكوا عنها، يعني المسيح مشى على الماء، ولا موسى فتأ بالعصا، ولا محمد شق القمر. بس كنت نسمع كلام، أريد نعرف نشوف بعيننا الأشياء مو بس نسمعها. يعني هسه احنا حاليا محتاجين هذا الشيء الى يعني اكثر ما نطلبه حاليا احنا الاثباتات حتى نرجع للدين. اذا كنا كفر نرجع للدين، يظهر لنا الله بوضوح يقول يابا هيك هيك انتم غلطانين، دين المسيحي صح، اليهودي صح، الاسلامي صح، كان نيتي سليمه بس كنت جايب الاديان الله يقول حتى تاكلون بعض. يعني بكل تأكيد، يعني إذا بدكم إيانا نرجع على الدين ولا نعتنق الدين هذا، على الأقل هلا فرجيتهم صورة مشقوق القمر، فهمونا يا جماعة بالمعادلات الرياضية إنه القمر بنشق وما بيأثر شيء على الجاذبية، جاذبية الأرض، والأرض ما بيصيبها شيء. يعني انشق القمر من 1400 سنة على كلام المسلمين، إنه شق القمر من 1400 سنة الحكي صار. طيب من 1400 سنة أعطونا أقل شيء دليل علمي، مثلا معادلة رياضية تقول إنه إذا انشق القمر بالنص وانفلق هيك ما بيأثر هذا على جاذبية الأرض، ما بيأثر على البحار، ما بيأثر على شيء نهائيا، يعني برجع بنشق وبرجع بالتزق بالألتيكو ولا whatever. يعني أنتوا لزقتوه ربكم، هذا لزق القمر. يعني فهمونا بمعادلات رياضية هداك الوقت يا أخي، بقول لكم لا إله إلا الله ومحمد بطيخة وبلا بلا 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 بلا. قال فرجعت إلى قومي بني خضرة وأنا يومئذ أتعجب مما يقول يوشع، فأسمع رجلا منا يقول، ويوشع يقول هذا وحده كان يثرب، كل يثرب يقولون هذا، يعني على اساس انه هو محمد اللي ظهر، يوشع قال هذا الكلام. قال ابي مالك بن سنان فخرجت حتى جئت بني قريظه فاجد جمعا فتذاكروا النبي صلعومه، فقال الزبير بن باطه قد طلع الكوكب الاحمر الذي لم يطلع إلي لخروج نبي أو ظهوره، ولم يبقى أحد إلا أحمد وهذا مهاجر. يعني بس بقى الأنبياء، بس بقى أحمد يجي يعني وتكمل السبحة مثل ما يقولون. يعني هو أنتوا إذا كنتوا تبشرون به فعلا بشرتوا به فأنتوا أغبياء، وإذا المسيحيين بشروا به همين أغبياء. بس أنا أعرف أنه لا الإنجيل ولا التوراة بشر بقدوم محمد، لأنه أنا سامع هو كلهم كذا. بس أقول لك أقوالهم، مسيح قايل على أساس يأتي من بعدي أنبياءهم كذبة، وموسى قال نفس الشيء، واللي قبله قال نفس الشيء، كل واحد يريد يحجز المسألة لنفسه، ومحمد هم نفس الحكي حكي. يعني كل واحد يجي يريد بس هو يبقى. ووقت محمد كان أكو موجود اللي يسموه شو اسمه المسيلمة الكذاب يسموه، هذا هم كان عنده آيات وش اسمه مثل محمد. ليش صدقته هذا وذاك ما صدقته؟ نفس الشيء، ذاك هم كان إنسان يدعي شو اسمه، بس مثل ما يقول حظوظ، وبعد وقعت بيد محمد وخرب الدنيا. وصلنا إلى ذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط الشرفات. يعني شوفوا ناس راح يصير، يعني الإيرانيين لازم يخافون. إذا أكو سؤال أو رسالة أو شيء تحب تقرأ بكيفك جان.
اكو رساله او شيء او تليفون؟ بس شيء اظن على سكايب راح تكون معنا بس دقيقه واحده، انا لانه يظهر لك شيء مغير السكايب تبعه. حكمة اذا بتقدر تسوي ميوت بس مشان الصوت، لانه صوتي عم بطلع صوت. اوكي طيب، شيء يا ريت تتصلي، انا لانه بصراحه ما عم بعرف وين ال طيب انا بتمنى تتصلي شيء. فتحت سكايب، على كل حال سكايب البرنامج فتحته ويظهر انت مغيره في سكايبك على سكايب الخاص وطالع انك مانك موجوده. انا فتحت السكايب تبع البرنامج، يا ريت تتصلي فينا اخت شيء. انا ما عم بشوف الاتصالات. طيب شيء، هلا وين؟ هلا 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 فيكي، هلا فيكي اختي شيء، تفضلي. مساء الخير جميعا، مساء الخير لك ولا ضيفك الكريم ولكل المتابعين. شكرا كثير جان لانه اعطيتني هالفرصه لحتى احكي. حبيبتنا انت، بركتنا انت. الناس اللي موجودين على الشات، وبدي احييك واحيي ضيوفك الكرام اللي دائما دائما حلقاتك منوره وهيك استمتع فيها الحقيقه، حتى وقت تصير هيك صراعات على الهامش على الشات بيكون كثير يعني كثير لذيذه، يعني يدخل هيك واحد صار عمي او وحده بنت مسلمه وتحاول تعرف مثل العاده، يعني بيعملوا فيها محامين مدافعين عن الله والقران والمشكله وحسن. المشكله شيء يعني اللي عم بتدافع هي عوره، يعني هي عوره عوره يا جماعه، عوره. عم بتدافع عن شو انت؟ ما هي هذه يمكن النقطه اللي بدي اعلي عليها من خلال هذه المداخله. في هيك بنتين دائما بيحضروا حلقاتك وبظن انه هن في طريقهم الى الالحاد قريبا بشكل او باخر، لانه اذا انت بتتابع الجارب الالحاد فانت يا اما شاكك يا اما عم بتغطي على الشك يا اما عم بتحاول تقنع نفسك، بس هي مساله وقت انك انت تواجه الحقيقه، تواجه شكوكك، تواجه المآسي الموجوده في دينك، وتقر انه في اخطاء وفي اشياء بشعه شنيعه ولا تقبل صحيح. لا منطقيا ولا انسانيا صحيح. ولا اي شيء. فبالنسبه للنساء اللي موجود المسلمات الموجودين على الشات او اللي بيشوفوا الحلقه او قاعدين عم بيدافعوا عن دين بينكر انسانيتهم وكرامتهم، فانا بدي اقول لهم بس العبره خذوها من الملحدين الرجال. ملحدين الرجال الاسلام او اللي من خلفيه اسلاميه، الاسلام اعطاهم امتيازات كثيره، حريات، ممكن تتزوج اربعه، ممكن تضرب مرتك، ممكن تطلقها بكلمه واحده، يعني انت طالق ممكن تعمل اللي بدك اياه. ولكن مع ذلك هؤلاء الرجال من خلفيه اسلاميه تنازلوا عن كل هذه الامتيازات واختاروا القيم الانسانيه، اختاروا الانسانيه، اختاروا المنطق، اختاروا العقل، اختاروا العلم، وتنازلوا عن هذا الوهم اللي حولهم لمجرد اشياء او الات جنسيه. انت كامراه تدافعين عن دين او عن كالت يهين كرامتك ويحولك فقط لاداه جنسيه، يعني شوفي المقارنه بينك انت انك تقبلي على نفسك هذا الشيء، وبين اشخاص تنازلوا عن الامتيازات الجنسيه بدي اقول للاسف واختاروا الانسانيه. هذا بس اللي بدي اقوله. وبالنسبه لمداخله ضيفك بتفسير القران والكشف عن حقيقه محمد كشخص ضيع امه كامله، الله يخرب بيته يخرب بيته والله. فانا بدي احييه وبحيي كل المتابعينك من العراق. انا دائما بشوف انه العراقيين عندهم خلفيه قويه جدا في تاريخ الشريعه والتاريخ الاسلامي، وما كان موجود حتى قبل محمد في الصحراء العربيه او في منطقه الصحراء الكبرى العربيه. شجاع البغدادي، رياض، انت جان، ضيوفك الكرام، تحياتي واحترامي ليكم. واكيد جان بدي اطلع معك حلقه نحاول فيها هيك نرد على بعض الاسئله الممله المتكرره، بس نحاول نرد عليها بطريقه مختلفه شوي. يا ريت يا ريت شيء، انا بصراحه يعني استفقدك بهالبرنامج هذا، انت بركتنا وانت السيده تبعتنا، يعني سيدتنا انت بصراحه. كثير مشتاق اعمل معك حلقه، و
أنا بتمنى عاجلا وليس آجلا يعني. أكيد أكيد، بس تعرف جان أنا جايبت لكم سمعة سيئة لكل الملحدين. شو هالحكي هذا؟ أنت بالشرفي، أقول لك شغلة، شيء أنت بالشرفي لحت نبيهم. حبيبي بعرف، بس أنا بالشرفي يعني شعرة من خصلة من شعرك بالشرف، أشرف مليون مرة من لحية نبيهم العرصة الندل هذا. بالضبط هالمجرم السفاح هذا. ايوه شكرا كثير لك، بدي استمتع اخليك تكفي حوارك مع ضيفك. شكرا كثير لك جان، شكرا لك للمتابعين. شكرا شي، شكرا حبيبتنا الغاليه شي، اختنا العزيزه، شكرا كثير لك. راح اتواصل معك بعد اليوم او بكره، راح اتواصل معك على الفيسبوك. على راسي حبيبي، مع السلامة. ماشي حبيبتي، مع السلامه. تفضل حكمة، تفضل نكمل الحلقة وشكرا كثير لشيخ. أنا أشكر الأخت شيل الكلمات الجميلة اللي قالتها، أخت عزيزة، وفعلا نحن نتمنى نطلع وياها بحلقات، يشرفنا هالشيء، ويعني هي إلها معزة خاصة عندنا. المهم وصلنا إلى ذكر ارتجاس إيوان كسرى وسقوط الشرفات. دير بالك امسك السقف اللي عندك ليوقع عليك. وخمود النيران ورؤيا المبذان وغير ذلك من الدلالات. قال الحافظ ابو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي، هذا يسوي خرائطي يمكن، في كتاب هواتف الجان عن مخزوم المخزومي عن أبيه: وأتت عليه 50 ومائة سنة، قال لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلعمة ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة. بعد ايش حاربتهم اذا بس ولادته سقطت السماء؟ انا خايف من النور سقط الشرفة، من النور مال آمنة مال أمونة وقعت الشرفات كلها، وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس، يعني طفى الضوء، يعني الضوء ما يطفي الضوء، يمكن ريح مع الضوء اجي يلا طفى الضوء، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام. يعني قبله بألف عام النيران ما خمدت، بس ولد حمادة النور توزع بكل مكان وتسكرت النيران مالت جماعة كسرى. يعني يا ناس يهود جيبوا لي عقل اسمع هذا الكلام. وغاضت بحيرة ساوة، ويلي، يعني هذا طلع شيء مو زين يعني ولادته، حتى البحيرة خربها. وغاضت بحيرة ساوة وراء المبذان إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادهم. فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك فتصبر عليه تشجعا، ثم رأى أنه لا يدخل ذلك عن مرازبته فجمعهم ولبس تاجه وجلس على سريره. خاف الضوء الآمن يسحب الجسم من رأسه، من التاج ماله ينسحب منك، قال خلي ألبسه وأقعد. وجلس على سريري ثم بعث إليهم، فلما اجتمعوا عنده قال: أتدرون فيما بعثت إليكم؟ قالوا: لا، إلا أن يخبرنا الملك ذلك. فبينما هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب خمود النيران، فازداد غما إلى غمه، ما كان عندهم الشخاطة يشغلوا مرة الأخ. ثم أخبرهم بما رأى وما هاله، فقال المبذان: وأنا أصلح الله الملك، قد رأيت في هذه الليلة رؤيا. ثم قص عليه رؤياه في الإبل، فقال: أي شيء يكون هذا يا مبذان؟ قال: فما عمره؟ قال: إن طال عمره وإن قصر لم يبلغ 70. من جاب المعلومات؟ داره حلم مش تفصيلات، وعرف شو وقت يولد محمد وشو وقت راح يموت، لم يبلغ 70، يموت في وتر.
هذا اعجاز علمي على فكره، يعني هذا اعجاز علمي طبعا اعجاز علمي هذا. الكلام سمعناه طبعا ورا ما مات محمد، اقص ايدي اذا مسوينا قبل ما يموت محمد. يموت في وتر دونها من الستين في 61 او 63 في اعمار جل امته. يعني حددوا لك يا بالاخير سوى 63. خلي يشتركون في اللوترية يمكن يفوزون بكل شيء. حكمت بس لو ساوي الصوت ميوت، بس في عندي فكرة بدي اشرحها هون، انه المسلمين بيقولوا انه معدل الاعمار مثلا 63 بيموتوا لانه محمد مات 63، فاغلب الناس بيموتوا ب 63، وطبعا هذا اكبر دليل على كذبهم وعلى على على خرافاتهم والتافهه. يعني معدل الاعمار اولي كان بال 50 بين ال 40 وال 50، من 1400 سنه تطور شوي نظافة الطعام، الأدوية اللي تطورت، هالأشياء هاي. حاليا بالشرق الأوسط بالسعودية معدل الأعمار صار وصل ل 80، يعني متوسط الأعمار، يعني معدل متوسط الإنسان ممكن يعيش، أظن للمرأة 84 وللرجل 80، يعني معدل المتوسط الأعمار أظن، يعني أنا ما أقطع بهالرقم هذا، ولكن قرأت تقرير 2010 تقريبا، يعني صار 6 سنين الحكاية، فماني متأكد الرقم بالضبط، بس بهالإطار هذا يعني مو أقل من هيك. فخلي القرآنيين وإعجازهم العلمي ينفعوا، محمد 63 يعني صار في فرق تقريبا 20 سنة من هذاك الوقت لهلا بمعدل الأعمار، وهذا كله طبعا عائد مو على خرافات محمد، عائد لنظافة الطعام اللي عم بياكلوه. طبعا الطعام اللي نحن عم ناكله انا وانت، انا والاصدقاء، الطعام العادي كانوا ملوك زمان هذاك الوقت ما يصح لهم ياكلوا بنظافه الطعام هذا يعني. والادويه اللي انا وانت عم نتداوى ملوك زمان ما كانوا يقدروا يتداووا فيها يعني. ف علاء المتوسط الاعمار عائد لعقل البشري، لعقل الكفار، مو لخرافات محمد ونجاسات محمد اللي ما شفنا منها غير القتل والدمار. تفضل حكمت. طبيعي الـ كل ما العلم يتطور الانسان ممكن عمره يطول. تقريبا هسه وصلوا الى سبب الشيء بالانسان، اتصور حتى راح يعني اكتشفوا انه يقضوا على الخليه اللي تؤدي الى يعني الانسان يشيب بسرعه. يعني العلم تطور فظيع وسريع جدا، ويوم من الأيام يمكن الإنسان يطول عمره أكثر وأكثر. فالطبيعي هذا الكلام كله فارغ، نسمع نوح عاش 800 سنة ولا هذا عاش 500 سنة، هذا كله كلام فارغ. أعمارهم كانت يعني أبسط مرض كان يقتلهم قبل، فيعني هاي يضحكون بي على السذج من العقول. انتم شو ما ادريكم قبل 3 4000 سنه شكوا كان حتى تقولون فلان عاش هالقد وفلان عاش هالقد. المهم قال وقد وحمل برسول الله صلعوما في عاشر المحرم، وولد يوم الاثنين لاثنتي عشره خلت من رمضان سنه 23 من غزوه اصحاب الفيل، هكذا رواه ابو نعيم. طبعا حساباتهم يعني انا يعني اذكر بالخير الوالده اقول له مثلا فلان ايش قد عمره، تقول لي لما صارت ثوره فلان كان عمره هالقد. يعني حساباتهم قبل كانت هيك، يعني يحسبون فلان مات فلان وقت فبعده بسنتين فلان اجى، يعني ما يعرفون بالتواريخ فيذكرون هالاشياء، وحتى لو يذكروهم تواريخهم كلها غير دقيقة لأنه ما كان عندهم حسابات. وأنت شوف الفرق بين الحساب القمري والحساب الشمسي، طبعا أكبر غباء سواه الإسلام أنه مش على التاريخ القمري، ما أعتقد أكو غيره مش على التاريخ القمري، لأنه بالسنة تختلف الأمور 10 إلى 12 شهر، يعني خلال 30 سنة ممكن الصيف يصير شتاء والشتاء يصير صيف، يعني على التاريخ هذا.
حواضنه ومراضعه عليه اللعنة. حكمت تفضل. يا ريت تكمل الفقرة هاي ونتوقف هون لأنه الوقت راح يدهلنا، وناخذ شوي من أسئلة الأصدقاء والشات لنشوف. كيفك تحب أسألني؟ مو مشكلة. تمام، من أجل أصدقاء ياسين، يعني إحنا ما كانت حلقة مكثفة لأنه أخذنا تأخر حتى وصلنا ورغم عن الدعاءات المسلمين، ولكن نوعدكم بالحلقات القادمة نكمل المشوار وأكيد راح تكون حلقات مكثفة. على كل بس يا ريت الصوت الميوت تعمله ميوت لأنه عم بطلع صدى. تمام. في صديق عم بيقول يا ريت رد على الأسئلة بصراحة. عم بقول فاهد أظن عم بيقول أخي جان تحياتي لك، حاول تركز على اللقاءات مع الأخ هشام كافر المغربي ورجاء الرد على الهواء حاليا. يعني أنا بصراحة المشكلة هون الرد على أخي فاهد يعني أو أختي، ما بعرف بالضبط يعني الاسم مؤنث أو مذكر. على كل مشان الرد على الشات بصراحة ما بتعرفي وين مين عم بيعطي الكلام مثل ما بقولوا تعليق ولا سؤال ولا شيء، هو كله خصوصا المسلمين عم بيدخلوا بيجعلوها كلها شتائم يعني بيشتموا، فبصير رد الفعل بصير يعني المداخلات بين بعضهم التشاحنات بين بعضهم، فبكون انا مركز مع ضيف الحلقه فيعني مو مستحيل ولكن يعني صعب شوي واحد يركز على المشاحنات هي بصراحه. يعني المشاحنات هي المسلمين عم بوجدوها، يعني لو يطرحوا اسئله لو يطرحوا مثلا تعليقات ممكن واحد ياخذ فيها ما في اي مشكله. في الاخ هاندريكس عم بيقول Arab scientists have invented a time travel device that can transport an entire country back to the middle ages. they call in Islam. بالضبط، يعني هو الاخ عم بيقول انه العلماء العرب اكتشفوا مكنة أو شيء يعني أكبر من الحجم المطلوب، يعني ممكن تودي بلد كامل إلى القرون الوسطى أيام على القرون الوسطى، وهي المكنة هي اسمها إسلام. فبالفعل العلماء العرب يعني أنا أؤيد صديقنا بهالنقطة هي. شو رأيك أنت حكمات؟ افتح الميوت وتكلم. افتح الميوت حكمت، افتح الميوت تكلم. الميوت الصوت. ايه انا شوية صارت عندي خرخشة بالاخير ما سمعت. ايش قلت بالله؟ بس سمعت الانجليزي وبالعربي ما سمعت. هو انا بس ترجمت للعربي انه الاخ عم بيقول لعلماء العرب. هلا بس اعمل ميوت لما انا بحكي، اعمل ميوت لانه عم بيجيني صدى الصوت تبعي. هو عم بيقول انه العلماء العرب اكتشفوا مكنه للعوده بالزمن للقرون الوسطى، وهالمكنه اسمها الاسلام، يعني ممكن ترجع بلد بكامله الى القرون الوسطى، وهالمكنه هي اسمها اسلام. تفضل تعليقك، ارفع الصوت وتفضل. نكته حلوه هي. اريد نعرف شلون اكتشفوا عباس بن فرناس على اساس اكتشف الطياره اول ما طار وقع من فوق ومات. يعني اريد اعرف شوكه العرب اكتشفوا شيء بعدين حتى الناس اللي يعني اللي يحكون عنهم كانوا علماء بالرياضيات او الفيزياء كلهم يكونون مو من الجزيره العربيه، يكونون اصلهم لو امازيغ لو يكونوا اكراد لو يكونوا من الدول اللي استعمروهم، يعني نفس الاشخاص اللي ساكنين ذاك البلد، فلا يدعون انه المسلمين يكتشفون شيء يوم من الايام. يعني هم اكتشفوا هذا الشيء
والش اسمه الاوروبيين والامريكان ما قدروا يكتشفون هذا الاكتشاف. زين خلي اتمنى هذا الاكتشاف يطلع حقيقي، خلي نروح على قرن محمد راح يشوفون بعينهم وساخاته وكذباته. ذاك الوقت يصير الصوره والصوت ويتركون الاسلام حقيقي. يعني على كل في شخص يعني بصراحه الاول ميوت كمان ترجع اخي حكمه شكرا. على في شخص هذا اللي نزل يعني للاسف الشديد انا مالي غير اعمل له بلوك، وانا راح اعمل كل شخص يدخل يشتم راح اعمل له بلوك من هون. وهيك سياسه يعني صارت سياسه برنامج اللي بده يشتم بلوك. يعني هذا نازل على وما بعرف النجف على شو، النجف على وفلان على شو، انا عملت له بلوك هذا اللي حاطط اي 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 يعني، ومع انه ملحد يعني انا، ولكن اللي بده يشتم انا بدي اعمل له بلوك. يعني نحن بدنا هون شوي نقاش يكون، بدك تشتم اشتم محمد بس، غير هيك ما بدنا شيء. محمد لانه هو بالفعل النجس الوحيد. على كل يعني بصراحة ما عم بشوف شيء يعني مثل ما بقولوا. بالنسبة للأخ هشام كافر مغربي، أنا بصراحة بتمنى أستضيف هشام كافر مغربي يوميا. يعني الإنسان رجل مثقف، إنسان فهمان، وإنسان يعني متكلم، فأنا بتمنى يعني يكون معنا يوميا. لكن يعني ظروف، وانا بعثت له يعني اظن رساله بشان موضوع الخلفاء المسلمين يعني، فما ما ما بعرف شو صار معه يعني، برجع بعاود اشوف بلكي يعني نقدر نعمل شيء مع الاخ هشام، ما بعرف يعني. ف والاصدقاء بصراحه كتار يعني، كل واحد مشغول بشغل يعني، في كتير اصدقاء انا بعثت له انه نعمل حلقات، فكل واحد مشغول بشغل، وكل انسان عنده اشغال وعنده مليون شغله براسه يعني، فما هو ممكن دائما يكون موجود او وقت اللي بدنا يكون موجود. فيعني على التساهيل مثل ما بقولوا، عفوه على التساهيل، واكيد يوم الايام يكون معنا. حكمه صوتك انقطع. إذا في عندك أي شيء يعني تضيفه بهالحلقة هاي، رداً على المسلمين ولا الملحدين ولا هدول عم بيشتموا، لأنه في عندي هلا حلقة تانية، فبدي أحضر لها الحلقة وتاخذ لها ساعة ساعة ونص تحضير يعني. تفضل. بس حبيت يعني مثل ما يقول أعتذر إنه التأخير صار، بس هم انبه الاخوه، كل الاخوه اللي يشاهدون هسه، اذا تجيهم اي رسائل خاصه من اشخاص اخرين لا يفتحوها، لانه ممكن يكون هذا فيروس ويضرب جهازه ويدمره. يعني احنا انا جتني رسائل من 20 30 شخص انه انا باعت له، انا ما باعت لحدا نهائيا، واشخاص يقولوا له انا هم باعتي لي، واسالوني يقول له انت انا ما باعت شيء. يعني انتبهوا من هذا الشغله، ما تفتحوا الشيء اللي ينبعث لكم، لانه المسلمين يسوون هيك حركات كل فتره واخرى، وكلها تروح تنزل على فاشوش مثل ما يقول، يسدون طريق نفتح الف طريق. يعني ما المعركه مستمره، لكن احنا معركتنا معركه فكر، وهم معركه تخلف. راح نشوف منه راح ينتصر، الفكر لو التخلف. واشكرك تحت لي هاي الفرصه، واسلم على كل المشاهدين، واتمنى لهم يوم سعيد. انا بشكرك اخوي حكمت على الوقت الطيب اللي اعطيتنا اياه بصراحه، واسفين اصدقائي على الفصل اللي صار معنا في يعني الغلط التقني هذا مثل ما بيقولوا. وطبعا بعد ساعة ونص من هلا راح يكون معنا سامي التونسي، الأخ سامي التونسي، وخرافة أسطورة الإسراء والمعراج.
اسطوره الجحش الطائر. حكمت قبل ما نسكر، اعطينا رايك بالجحش الطائر وهالاسطوره هاي. تفضل. طبعا احنا بحلقه حكينا عن الاسراء والمعراج، كان ويا الاخ سال، يعني الحصان اللي يمشي على شعير ويطير ياخذ شعير ويطير، هذا يعني وقوة الحصانيه، ما وحمار لو حصانه بنقول قوة حصانيه، يعني هو بغل بين الحصان والحمار، فشلون طار بيه، شلون يعني اخترق الجاذبيه حماده، صراحه ما ادري يعني، لو يحكي لنا شلون طار ورجع يقول لك بثواني، حتى غلب الكائنات الفضائيه السريعه اللي تزور الارض يعني صار اسرع من عندهم، راح في لمح البصر رجع بلمح البصر. بالضبط، وانا بدي من هذا هازم الملحدين والكفار انه يفهمنا بمعادله رياضيه بسيطه شلون الحمار بيطير يعني، وكيف بيطير بالفضاء الخارجي بدون اي وجود جاذبيه يعني، وشو حاجه الاجنحه اذا ما في جاذبيه، ما في هواء، ما في شيء، شو حاجه الاجنحه؟ يا ريت هذا هازم الكفار والملحدين بدل ما الحكي الفاضي عنده قلم صليط وبليط وضريطي يجي يفهمنا بمعادله، قلمه هذا اللي عم على اساس قلم صليط يكتب لنا معادله كيف طار الحمار الطائر هذا يعني، بدل ما يتفلسف على ربنا على 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 باشوش وحكي فاضي مثل النبي التافه. على كل عفوا جان، يعني نريد لو قايل مثلا محمد قايل انا الله عمل كذا وصرت بالجنه، يعني واحد يقول لك هاي قدرات الله، بس لما تحكيها الطريقه اللي راح فيها يعني الشرح ما له خرب المساله كلها، يعني خلى الناس وايه اصلا بوقته هو محمد عقوله ما كانت تستوعب، تركوا الاسلام لما سمعوا هذا الكلام، تركوا الدين الاسلامي بعدين حاربهم، يعني وقالوا ما معقول هو راح للسماء ورجع، عليه من يضحك يعني. فذاك الوقت هيك قالوا، اتعجب على ناس الان بعد 1400 سنه 1435 سنه يصدقون هذا المخرف هذا وخيالات بمخه ويعاندونه على مود هذا الشيء. شغلوا عقولكم يا مسلمين، شغلوها، هاي كلها خرافات. اذا كان بقية الأنبياء كلهم قالوا كلام فارغ وهم اعتقدوا به وتخيلوه، لكن ما له أي حقيقة. وإحنا هسه بأمس الحاجة لهاي الإثباتات اللي يقولون عليه، بس ما راح نشوف هاي الإثباتات لا هسه ولا بعد مليون سنة. بالضبط يعني إلهكم لو كان إله وشايف كل هالجدل اللي عم بيصير وهالعالم اللي عم تشكك فيه يطلع ويخلصنا، يقول أنا هون يا شباب أنا ربكم الأعلى عبدوني وبلا جدل وبلا ودخلوا كلكم الإسلام وخلصونا. يعني خرافات المسلمين، أصحوا 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 يا جماعة، عقولكم صارت في حضيض، أنتوا في حضيض، يعني ما شفنا منكم غير فقه المراحيض والضراط والفسق. أصحوا، حمار طائر وانشق قمر، ولو كان إلهكم إله بكل معنى الكلمة يطلع يقولنا أنا هون وخلص وخلص الجدل وكلها نعبده وخلصت الحكاية. يعني شو 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 فكرته يعني، تم هيك مختفي من 1400 سنة، بعت لي رسالته الأخيرة مع واحد حمار ما بيقرأ ولا يكتب يعني، وبعدين أصحوا بقى أصحوا. على كل حال أنا أشكرك أخوي حكمة، وإلنا لقاء آخر أكيد يوم الخميس مع الأخ حكمة، وطبعا انتظرونا أصدقائي بعد ساعة ونص مع الأخ الملحد سامي بأسطورة الإسراء والمعراج. كلمة أخيرة بتحب تقولها أخي حكمة؟ تفضل. شكرا، أعتقد الكلمة الأخيرة قلتها، وأشكرك على الفرصة وأسلم على كل الأخوة. اسف انا نسيت انه قلت الكلمه الاخيره. طيب شكرا لكم اصدقائي، وشكرا لك حكمة، نلتقيكم بعد ساعه ونص الحلقه القادمه. شكرا لكم.